لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنبتدي نشرح مع بعض المنهج الجديد، منهج كونكت برايمري 4 او الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معانا الكونتنتس او المحتوى. طبعا هو المنهج بيتكون من تو ثيمز او من محورين. ثيم 1 وهو discover myself. discover myself يعني اكتشف نفسي. قبل اي حاجة طبعا بناخد let's remember او دعنا نتذكر، وبنراجع فيه على حاجات الحاجات اللي اخدناها في السنين اللي فاتت. بعدين بنبتدي theme 1 discover myself اكتشف نفسي. هو بيتكون من 3 units او من 3 وحدات. unit 1 I feel good. I feel good او انا اشعر اني بحال جيد، ان انا كويس. I feel good يعني انا اشعر انني بحال جيد. unit 2 desert animals. desert animals او حيوانات الصحراء. unit 3 why are plants green. why are plants green او ليه النباتات لونها اخضر. بعدين بناخد review سريعة، وبناخد بعد كده non-fiction reader. non-fiction reader او قصة غير خيالية، وهي اسمها where does chocolate come from. where does chocolate come from او من اين تأتي الشوكولاتة. بيكلمنا ازاي الشوكولات او الشوكولاتة بيتم صنعها، بتيجي منين اصلا، من اول ما بتتزرع في شكل نبات لحد ما بتوصل لنا في شكل حلوة جميلة كلنا بنحبها. theme 2 او المحور الثاني myself and others. myself and others يعني نفسي والاخرين، وبيتكون من 3 units او من 3 وحدات برضو. unit 4 where do you live. where do you live او اين انت تعيش. unit 5 where do you work. where do you work او اين انت تعمل. unit 6 what do you do. what do you do ماذا تفعل. بعدين review 2 او مراجعة رقم 2 على اللي اخدناه قبل كده، وفي project جميل او مشروع جميل المفروض هنعمله في الاخر، هنعرفه في اخر المنهج. واخر حاجة الريدر او القصة الموجودة في theme 2 او في المحور الثاني اسمها in the taxi with uncle Sammy. in the taxi with uncle Sammy او انا وانا راكب التاكسي مع عمي سامي او مع خالي سامي. اول حاجة unit 1 I feel good او انني اشعر بحال جيد، و lesson 1 فيها food and drink. food and drink الطعام والشراب، الحاجة اللي احنا بناكلها والحاجة اللي احنا بنشربها، او الفود اند درينك الطعام والشراب. وطبعا الكلمات الهامة في الجزء ده، اول حاجة يعني ايه كلمة فود. فود يعني طعام. درينك يعني شراب او مشروب. which يعني اي او ايهما. country يعني دولة. what else يعني ماذا ايضا. Egypt بلدنا الحبيبة مصر. farmers يعني فلاحون. things يعني اشياء. breakfast يعني الإفطار. bananas يعني موز. mangoes
مانجوز، مانجوز يعني مانجو. لانش، 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 لانش يعني الغداء. ريدي، 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 ريدي يعني مستعد أو جاهز. سبيشال، 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 سبيشال يعني خاص. سم، 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 سم يعني بعض. ريز، 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 ريز يعني يربي. توميتوز، 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 توميتوز يعني طماطم. produce، produce، produce يعني ينتج. table، 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 table يعني منضدة، يعني ترابيزة. meat، 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 meat يعني لحمة. potatoes، 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 potatoes يعني بطاطس. watermelon، 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 watermelon يعني بطيخ. delicious، 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 delicious يعني لذيذ. rice، 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 rice يعني أرز. milk، 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 milk يعني لبن. chicken، 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 chicken يعني دجاج. onion، 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 onion يعني بصل. many، 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 many يعني الكثير. meal، 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 meal يعني وجبة. dinner، 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 dinner يعني العشاء. eggs، 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 eggs يعني بيض. grapes، 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 grapes يعني عنب. sugar can، sugar can، sugar can، sugar can يعني قصب السكر. وهنا يا أصحابي هنبتدي نعرف حاجة جديدة مهم جدا ان احنا نكون عارفينها ونحفظها زي اسمنا مع الكلمات اللي فاتت، وهي اسمها الـ irregular verbs. الـ irregular verbs او الافعال الغير منتظمة، الافعال الشاذة. ليه افعال غير منتظمة او افعال شاذة؟ لان هي المضارع بتاعها او الـ present بتاعها شكله وصيغته مختلفة تماما عن الـ past او عن الماضي بتاعها. احنا اخدنا في السنين اللي فاتت ان احنا لما بنيجي نجيب الفيرب ونقوله في المضارع او في البريزنت بيكون في المصدر، لما بنيجي نحطه في الماضي بنحط له دايما اي دي، او غالبا بنحط له اي دي علشان يبقى في الباست او في الماضي. دي اسمها الريجولار فيربس او الافعال المنتظمه الحاله العاديه. في حاجه بقى اسمها الريجولار فيربس، الirregular verbs أو الأفعال غير المنتظمة، الأفعال الشاذة، ودي ليها قاعدة خاصة لازم نحفظها زي ما هي في الـ present أو في المضارع، ونحفظها كمان في الـ past أو في الماضي، لأن هي بيبقى ليها شكل في المضارع أو في الـ present مختلف عن الشكل بتاعها في الـ past أو في الماضي. أول verb معانا هو make، make يعني يصنع. لما اجي اجيبه في الباست او في الماضي بقول made، made يعني صنع، صنع خلاص. eat، eat يعني يأكل. ate، ate يعني اكل، شوفوا الشكل بتاعه اختلف ازاي. keep، keep يعني يحتفظ، يحتفظ به. هنا هو كتبها مش بشكل صح، هي اسمها يحتفظ. kept، kept يعني احتفظ او احتفظ به. get، get يعني يحصل على. got، got يعني حصل على. think about، think about يعني يفكر في. thought about، thought about يعني فكر في. شفتوا الـ present شكله مختلف ازاي عن الـ past بالنسبة للـ verbs دي او الـ irregular verbs دي. في عندنا كمان grow، grow يعني ينمو او يعني يزرع.
طبعا في الماضي grow، grow يعني نمى أو يعني زرع. see، see يعني يرى. sow، sow يعني رأى. build، build يعني يبني. built، built يعني بنى. have، have يعني يملك أو يعني يتناول. had، had يعني ملك أو يعني تناول برضو. come from، come from يعني يأتي من. came from، came from يعني أتى من. الأفعال دي يا أصحابي مهم جدا نحفظها زي اسمنا في صيغة الـ present وفي صيغة الـ past، علشان هي لازم تتحفظ ونحفظها كده. في أفعال تانية كتير، دي أول مجموعة منها لازم نحفظها زي اسمنا مع الكلمات اللي فاتت. في عندنا كمان expressions and phrases. expressions يعني تعبيرات أو مصطلحات، phrases يعني جمل. بيورينا هنا بعض الجمل اللي ليها علاقة بـ lesson 1 طبعا، اللي هو food and drinks. أول حاجة make food. make food يعني يصنع طعام. looks delicious. looks delicious يعني يبدو لذيذ. produce many things. produce many things يعني ينتج الكثير من الأشياء. that's right. that's right يعني هذا صحيح. have a meal. have a meal يعني يتناول وجبة. keep and feed chicken. keep and feed chicken يعني يربي ويطعم الدجاج. grow rice. grow rice يعني يزرع أرز. raise chicken. raise chicken يعني يربي دجاج. yum. yum يعني لذيذ، تعبير طبعا بنقوله لما بنستمتع بطعم الأكل أو الطعام، نقول عليه يم أو يمي. let's eat. let's eat يعني هيا بنا نأكل. build houses. build houses يعني يبني منازل. grow healthier. grow healthier يعني يصبح أكثر صحة. وفي عندنا هنا ديالوج جميل قوي بين ماجد ومامته. ماجد ومامته بيتكلموا مع بعض عن الفود والدرينكس، وهنشوف هما بيقولوا ايه. مام الأم: lunch is ready. I made some special food for us. الأم بتقول: lunch is ready. الغداء جاهز. I made some special food for us. صنعت بعض الطعام الخاص لينا، بعض الطعام المميز لينا. ماجد: مام it looks delicious. مام it looks delicious. أمي: الطعام شكله لذيذ، إنه يبدو لذيذ. مام: which food يعني أي طعام comes from بيجي من our country بلدنا. do you think في رأيك. which food comes from our country do you think. فهو بيقول لها، ماجد بيقول لها: I think we grow rice in Egypt. I think أنا أعتقد we grow rice إحنا بنزرع أرز in Egypt في مصر. مام الأم بتقول: yes صح نعم. that's right هذا صحيح. what else what else وماذا أيضا. ماجد بيقول لها: هم دي يعني بيفكر. I think we raise chicken in Egypt. I think يعني أنا أعتقد we raise chicken إحنا بنربي الدجاج in Egypt في مصر. الأم بترد عليه وبتقول له: yes and tomatoes and onions. نعم وكمان الطماطم والبصل. Egyptian farmers المزارعين أو الفلاحين المصريين produce، produce بينتجوا many things، many things أشياء كثيرة. you see أنت بتشوفها on this table على المنضدة دي على الترابيزة دي. let's eat، let's eat خلينا ناكل. فماجد بيقول: يم يم أو إنه لذيذ. فمرة تانية: mom lunch is ready. I have made
some special food for us. Maged, Mom, it looks delicious. Mom, which food comes from our country, do you think? Maged, I think we grow rice in Egypt. Mom, yes, that's right. What else? Maged, hum, I think we raise chicken in Egypt. Mom, yes, and tomatoes and onions. Egyptian farmers produce many things you see on this table. Let's eat. Maged, yum. طبعا عندنا بعض النوتس او الملاحظات المهمة او اللي لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنذاكر الدرس ده. لما بنيجي نسأل حد عن رأيه او asking about opinion, opinion يعني رأي, فبنقول له لما بنخيره بين, لما بنسأله عن حاجة من مجموعة من الحاجات, فبنقول له which, which يعني اي او اي من, زي ما الام كانت بتقول له which food comes from our country do you think, do you think, انت تعتقد اي الاطعمة ممكن يكون بيجي من بلدنا في رأيك. فلما بنيجي نسأل عن الopinion او عن الرأي بنقول which, which اي لما بنيجي نسأل عن الرأي في حاجة من مجموعة حاجات. لما هيجي حد بقى بي giving opinion, giving opinion او بيعطي رأي, بيقول رأيه يعني, فبيقول I think, I think يعني أنا أعتقد, I think we grow rice in Egypt, أنا أعتقد إن إحنا بنزرع الأرز في مصر, I think we raise chicken in Egypt, أنا أعتقد إن إحنا بنربي الدجاج في مصر. ف I think أنا أعتقد بقولها لما باجي أقول my opinion أو في رأيي الحاجة اللي أنا بقولها دي في رأيي عاملة إزاي. طبعا لما بنيجي نوافق بقى على رأي agreeing on opinion, agreeing on opinion أو الموافقة على رأي, فبنقول yes في الأول الجملة, طبعا بنقول yes that's right, that's right, هذا صحيح. ولما بنقول suggestion, suggestion أو اقتراح, بنقول let's, دعنا, وبعدين بنجيب الverb في المصدر زي ما قلنا في المصدر أو في present يعني, فبنقول let's eat, دعنا نأكل, let's walk, دعنا نمشي, let's read, دعنا نقرأ. فlet's بمعنى دعنا, لما باجي اقول اقتراح اقول دعنا, وبيجي بعد منها الverb في المصدر زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة طبعا مجموعة من الاسئلة والاجابات على lesson 1. اول حاجة بيقول لنا what other animals do farmers raise in Egypt, ايه الحيوانات التانية اللي بيربيها الفلاحين في مصر. What other animals do farmers raise in Egypt, فالإجابة طبعا بتقول they raise cows, cows الجاموس, buffaloes, buffaloes والأبقار, camels, camels والجمال, camels, camels والجمال, donkeys, donkeys والحمير. يبقى هم بيربوا الأبقار والجاموس والجمال والحمير. What foods do we produce in Egypt? What foods do we produce in Egypt? ما الأطعمة التي ننتجها في مصر؟ فبنقول we produce, إحنا بننتج vegetables, vegetables أو الخضروات like tomatoes and onions, زي أو مثل tomatoes الطماطم and onions والبصل. طبعا دي معلومات برضو خاصة بالدرس بتاع النهاردة. واخر حاجة هنعملها النهاردة ان احنا هنحل اكسرسايز جميل قوي على الكلام اللي اخدناه النهاردة. فبيقول لنا هنا underline the correct word in practice, ضع خط تحت الاجابة الصحيحة من بين الاقواس. فاول حاجة بيقول لنا lunch is ready, الغداء جاهز. I made ولا I did ولا I raised some special food for us, المفروض بقى بنقول I made, أنا صنعت, ولا I did, ولا I raised some special food for us. شاطرين طبعا, I made some special food for us, أو أنا صنعت بعض الطعام الخاص لينا. تاني حاجة mom, the food looks ولا sees ولا reads delicious. احنا قلنا لما نقول يبدو لذيذ بنقول looks
ولا سيز ولا ريدز ديليشس؟ شاطرين طبعا، لوكس ديليشس او يبدو لذيذ. طب تالت حاجة، which food comes from our country do you play ولا write ولا think؟ اي طعام بيجي من بلدنا، نقول play ولا write ولا think. شاطرين، لسه قايلين think او تعتقد. لما اجي اسال حد عن الاوبينيون بتاعه بقول له do you think، انت تعتقد. طب هو بيقول لي I think we come ولا grow ولا find rice in Egypt. هنقول ايه بقى؟ بنزرع الارز في مصر، هنقول ايه؟ come ولا grow ولا find؟ شاطرين طبعا، I think we grow rice in Egypt، او انا اعتقد ان احنا بنزرع الارز في مصر. هم I think we raise احنا اعتقد ان احنا بنربي rice ولا food ولا chicken in Egypt. شاطرين طبعا، chicken، احنا بنربي chicken في مصر او في الدجاج في مصر، مش هنقول طبعا رايس، احنا مش بنربي الرز ومش بنربي الفود كمان. اخر حاجة، Egyptian farmers او الفلاحين المصريين sit ولا feed ولا produce many things you see on this table let's eat. هنقول بقى set ولا feed ولا produce. شاطرين طبعا، produce او بينتجوا many things on this table many things you see on this table. هم بينتجوا حاجات كتيرة قوي موجودة على المنضدة دي. بكده نكون حلينا الاكسرسايز الجميل ده، انهينا معاه شرح درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. ياريت نذاكر دروسنا اول باول على طول علشان ما يتراكمش علينا اي دروس. وفي الختام ما تنسوش تشاركوا الدرس مع اصحابكم علشان الكل يستفيد، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.